talking like a Rasta. Fucking with me, call up on the Uzi and show up. Assalamu alaikum wa rahmatulikum في فيديو جديد في مستر تك. اليوم غنديرو فيديو اللي هو شويه بعيد. كنت لحتي لوجيسيال على قبل الكونطابيليتي هادشي. اليوم غنبدل شويه الحرفه، غندخل الويفي، داكشي ديال الهاك ديال الويفي اللي بغى يجبد الكود اكسيتيرا. بزاف ديال بنادم بان ليا باغي يدخل الويفي سلاكس، باغي يخدم به، باغي انستالي باش يجبد الكودات باش حتى هو يعرف يخدم بويفي سلاكس. دابا المشكل انه ويفي سلاكس توا فيه بزاف ديال الحوايج وفي لوجيسيال، واكثر الا كنتي بغيتي انستالي في الكلي ماشي بغيتي انستالي في البيسي يكونوا فيه واحد المشاكل. دونك اليوم غتكون هاد الحلقه هادي غنديروها على قبل كيفاش نتيليشارجي ويفي سلاكس على حساب البيسي ديالنا، وغنديروا واحد غنشد البيسي ديالي وغندخل ندير الكلي حيت غنحتاجو كلي يو اس بي باش ندخلو فيها ويفي سلاكس، وغندير الكلي ديالي وغندير في البيسي وغنوريكم كيفاش تدخلوا من تبوتي ومن البيسي ديالكم تدخلوا الويفي سلاكس. دونك بريميرمون غندخلوا لي تيليشارجمون، غيكون عندكم دو تيليشارجمون، غيكون عندك لوجيسيال اللي هو ويفي سلاكس. ها هو المهم كوم اني بريزونطاسيون، ويفي سلاكس هو واحد السيستيم لينكس اللي فيه كاع لي لوجيسيال ديال الويفي. الا بغيتي هاكي ويفي، بغيتي تحمي راسك من الهاك ديال الويفي، كاينين لي لوجيسيال اللي كاع اللي غتحتاجهم اللي غتفكر تحتاجهم كاين في ويفي سلاكس. هو واحد لوجيسيال، هو واحد سيستيم ديكسبلواطاسيون اللي مكري على لينكس بحال اليوبينتو بحال فيدورا بحال هادي. دونك هاد ويفي سلاكس غنحاولوا نتيليشارجيو دابا ونانستاليو في الكلي. بروميرمون غتكون هي بروميير ايتاب، غنتيليشارجيو وغندخلو في الكلي. قبل ما نشوفو التيليشارجمون غنشوفو واحد لوبسيون، غندخل ديماري اللي هي هادي وغدير باند كونفيغوراسيون، من وراها غدير سيستيم، تمشي سيستيم هنايا غتشوف واش عندك سيستيم ديكسبلواطاسيون 64 ولا 86. الا كان عندك 64 غاتيليشارجي فيرسيون 64. انا غنلوح لي ليان ديال الديسك في الديسكريبسيون ديال لي فيرسيون بجوج. كانت عندك سيستيم ديكسبلواطاسيون 32 غاتيليشارجي 32 نتا و البي سي ديالك. كان كي بي سي ديالك كي سيبورت 32 انستالي 32، كان كي سيبورت 64 غاتانستالي 64. المهم انا عندي دابا سيستيم ديكسبلواطاسيون 64، يعني خاصني نتيليشارجي 64. بالنسبه لي ليان غيكونوا في الديسكريبسيون، المهم انا نديرهم في دوكيمون. غنهز الويفي سلاكس اللي هو 64 غيخدم عندي في البي سي ديالي. هما بعدا ندايرين دو فيرسيون، ولكن وحده قدم من الاخرى. دابا 64 حيت مع بنادم دابا البي سي جداد ولاو كلهم 64، مابقاش 32. دونك ويفي سلاكس بدات كدير لي ميزاجور غير لل 64 بحال ديك لينا و 32. مي انا قلبت على فيرسيون ديال 32 واخا قديمه، مي غتخدم في البيسيات القدام، تخدم في البيسيات 32. دونك غدير ليان ديال 64 اللي هو هذا. تسمع تخي خرجوا لي هاد الشينوي. بليز ويت. 4 3 2 1 غدير سكيب ديس اد. هاو يخرج لك التيليشارجمون نيشان ميديا فاير، يعني ميديا فاير حتى هو واحد السيت ديال التيليشارجمون اللي مزيان. يعني غتحط التيليشارجمون ديالك غدوز دغيا في 1 جيجا 67 وفي سلاكس 64. بالنسبه ل 32 راه في تاهو شي 1 جيجا بحالو بحال الاخر بحالو بحال هذا، مفوت معاه بشي لعيبات. دابا نتيليشارجي. المهم هاو بديت تيليشارج، هو خدام امارش. المهم انا عندي ديجا نتيليشارجي بلا ما نعاود نتيليشارجي عاوتاني. المهم انا وريتكم لي زيطاب بروميرمون، لي زيطاب باش تيليشارجي وليا. دونك هذا بو يعني اللوجيسيال الاولاني اللي هو ويفي سلاكس غنتيليشارجي. كيفاش غنتيليشارجي؟ دابا غنتيليشارجي واحد لوجيسيال اللي هو غيانستالي لنا ويفي سلاكس في الكلي ديالنا. المهم بعدا باش نقول لكم كيخص ويفي سلاكس يكون ايزو اللي غنلوحو لكم في الديسكريبسيون، كيخص لوجيسيال اللي غي انستالي في الكلي، وكيخص الكلي تكون فيها 4 جيجا والفوق.
لانه الا درتي 2 جيجا تقدر بدا تعكس لك في الميموار، يقول لك ميموار عامره اكسيتيرا. دونك انت باش تفادى دوك المشاكل تاخذ كلي فيها 4 جيجا وتهنى. هذيك كلي قبل ما يعني تخدم بها تشدها تفورماطيها تدخلها في الانتي فيروس باش يسكانيها ما يبقى فيها حتى شي فيروس، لانه الى انستاتي ويفي سلاكس ولا فيها الفيروسات غي اوندوماجيو لك السيستم. دونك انت من الاحسن تبدا من الاول تسكاني الفيديو، تسكاني الكلي من الفيروسات تفورماطيها وتهنى. المهم بدا تكون 4 جيجا والفوق، 2 جيجا راه غتلقى مع المشاكل. دابا ندوز للموجيسيال الثاني واللي هو هذا، غيكون سميتو روفس. كاينين بزاف ولكن هاد روفس هذا ما فيش بزاف ديال لي ماكان، يعني دغيا تيليشارجي ما تلقاش معاه مشكل، غير اللين ديالو غيكون تا هو في الديسكريبسيون. هو هذا هو اللين، ندخلوا ليه سناو. بليز ويت اوكي سير سكيب ديس اد، شوارا كده سكيب ديس اد باش دوز. المهم هو خرج لك لوجيسيال في ان ميغا، يعني ما فيش بزاف، دغيا تيليشارجي اللي هو غيعاوننا باش ندخلو ويفي سلاكس في الكلي ديالنا. نتسناو هذا الوقت هذا، نمشيو لهاديك امناط الروبوت نوركو عليها باش نمشي ديكلاري انا راه ماشي روبوت، ارتاح انا راه بنادم. المهم هاي زوج واحد صافي. دابا غندير كرييت داونلود لينك، هادو هذا الاشهار، غندير كليك هير تو داونلود. بما تورك لهاد الخضره هادي غيتيليشارجي لك الفيشي ديالك غيتيليشارجها وغيتيليشارجي. دابا هاو انا عندي بلا ما نتيليشارجي ولكن نتوما تيليشارجي. المهم دابا ملي كتيليشارجي هاد جوج لي فيشي بجوجهم واللي هما هاد هو هذا ويفي سلاكس ديالنا وهذا روفس اللوجيسيال اللي غيعاوننا باش نانستالي ويفي سلاكس في الكلي. صافي عندنا بجوجهم، يعني ما بقاتش وخاص عندنا كلي. ها هي الكلي اللي عندي انايا، عندي كلي فيها 16 جيجا. ها هي المهم دابا غنبداو ندخلو هاد اللوجيسيال، ادير وي دوز هادي غيخرج لك بحال هكا. المهم راه السميه شويه زوينه، دير راسكم بحال ما شتوهاش. غدير سيليكسيون، هنا غدير سيليكسيون باش سيليكسيوني اللينكس اللي باغي تدخل اللي هو ويفي سلاكس. غتمشي غتقلب عليه في البيرو، انا حيت حاطو في البيرو انت غتقلب عليه في البلاصه اللي تيليشارجيتي. المهم هو يقدر غيكون اغلبيه في تيليشارجام. غدير ويفي سلاكس، هو غيقاد لي بارامتر ديالو. عندك هنا السميه ديال الايزو تقدر تبدلها، المهم الا بغيتي تخليها غير فورماطي كلي فا 32 خلي قاعد لي بارامتر صافي وراك لا ديماري. يقول لك اكريغ اون مود ايماج ايزو ولا اكريغ، خلي ايزو واش وراك لا اوكي. هادي غايقول لك غتفورماطي الكلي ما تبقى فيها حتى شي حاجه. المهم الا عندك شي دوني في الكلي كوبيهم في البي سي تتسالي، يعني من تتسالي هاد الشارج ورجعو باش ما يمشيوش لك لي دوني ديالك. دير اوكي. دابا هنا ملي دير اوكي غيتفورماطاو لي دوني، غيتحيدو لي دوني ديالك من الكلي وغيدخل لانستالاسيون ديال ويفي سلاكس ويخلي ديك لانستالاسيون تولي تبوتي بحال الفورماطاج ديال البي سي بحال الويندوز بحال بزاف ديال الحوايج. بالنسبة لويفي سلاكس هو واحد السيستم لي مزيان، بنادم مهم بالنسبة يعني الا بغيتي تخدم بيه، يعني بزاف ديال الناس حنا كنشوفوهم محتاجين الويفي وهادي، وبنادم ما كيبغيش يعطيك الكود ماش غدير ليه، تقول لي لا دونك كتاخدي بالطرق ديالك انت وصافي. الا طحتي فشي ويفي ساهل راه كتاخد الكود، ما طحتيش فشي طحتي فشي ويفي صعيب راه كاينين طرق باش طيح لي. كاينين ثلاثه الطرق اللي كنعرفهم انا، يقدروا يكونوا بزاف ولكن ثلاثه الطرق اللي مشهورين ديال الهاك ديال الويفي باش تهاكي ويفي وانت مرتاح. كاين يا تخدم بالوي بي اس، انا كنصحكم بالوي بي اس، سير الوي بي اس نيشان، لان الوي بي اس هي واحد بحال تقول سيكوريتي زايده على السيكوريتي ديال الروتور. دابا الروتور ديال الويفي فيه الكود العادي اللي كنعرفوه هنايا، وفي واحد الكود اخر فيه 8 الارقام. هذاك الكود اخر الا طحتي عليه ولا عندك تقدر طيح به على كودات ديال الويفي العادي
بحال دابا سيدي نعطيك مثال، بحال دابا هاد الروتور كاتب فيه في السمية، كاتب فيه سميتي في الكود سميتي، ولكن داك الرقم اللي ديال الكود هو 8 زيروات. دابا الا طحتي هذيك 8 زيروات غتولي اوتوماتيكمون مدخله يطلع لك السميه ديال الويب اللي هي سميتي. دونك هذاك الويب بي اس الا طحتي على الكود غتهنى بزاف ديال الحوايج. الا كان الروتور ما فيهش الويب بي اس واللي غيخلق واحد المشكل، ديك الساعه غدوز للدوزيام ايطاب. شنو هي الدوزيام ايطاب؟ هي غتاخد الهاند تشيك. شنو هي الهاند تشيك؟ الهاند تشيك هي دابا داك الروتور داخلي فيه واحد الناس، بزاف ديال الناس مكونيطين في داك الروتور. واحد من دوك الناس كتاخد الهاند تشيك ديالو، الكود اللي خدام به كتاخديه، ملي كتاخديه كتبدا تحلل فيه في البيسي ديالك. يعني دابا هو كيبدا يقمر، بحال كيبدا يقمر على الكود، كيبقى يدير ا كيبقى يجرب ا ما صدقاش ا بي 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 ما صدقاش ا سي 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 سي، كيبقى يجرب في لي كود حتى كيطيح في الكود الصحيح. هذه هي طريقه زوينه ولكن كتاخذ الوقت، يقدر الكود يدير لك حتى سيمانه جوج سيمانه ثلاثه سيمانات هو خدام، على حساب البيسي ديالك وعلى حساب حتى الكود الا كان صعيب، بحال الكود اللي كان فيه شيفر يعني ارقام والحروف، ولا كانوا فيه دي شيفر سبيسيال بحال الوباس بحال الدياز بحال النجمه، راه يبغي الوقت. هذه الطريقه الثانيه. كاينه الطريقه الثالثه واللي هي الايفل توين. ايفل توين هي كتوهم هذاك، بحال دابا انا مكونيكتي في واحد الروتور، مكونيكتي في هذاك الروتور عادي عندي الكود، انت بغيتي تاخذ الكود ما عندكش، كتوهم بهذاك اللي عنده الكود باللي انت هو مور الروتور. في الاول كتماسكي الروتور، كيولي البيسي ديالك هو الروتور، الاخر هذاك اللي عنده الكود ديال الويفي كيتكونيكت عندك انت. من وراك كتلوح لي واحد الباج مزوره، باج مزوره ديال اتصالات المغرب ولا ديال الانوي ولا ديال اورانج، كتوهمي باللي هذاك الروتور راه فعلا صحيح، انت غير كتوهمي بالبيسي ديالك بانه هو الروتور الحقيقي. وهذيك لاباج كتكون فيها تدخل يعني السميه ديال الويفي ولا شي كود ولا شي حاجه، ودخل مع الكود ديال الويفي. الا كان هذاك المستخدم اللي خدام يعني مشامها هذيك لاباج وفهمها وبغى يطبق اللي يعني مشى كتب السميه وكتب الكود، راه كيطلع لك انت الكود. الا ما كتبوش راه ما بحال عاق، يا غيكون عاق يا ما فهمش، يا عاق بالقالب يعني انت راك مدير باج مزوره وغادي دير يا ما فهمش. دونك هادو هما ثلاثه لي سوليسيون اللي كنعرفنا ديال الهاك. وانا كنصح بنادم بالويب بي اس، الويب بي اس الا طحتي على الكود غتهنى. كاينين الطرق الاخرين واللي هما الطريقه الهاند تشيك. الهاند تشيك كتبغي الوقت، وهاد الايفل توين هي كتبغي الوقت، وكتبغي يعني انسان يعني اللي غي الفيكتيم، المهم ماشي فيكتيم، انه هو كيتسمى الفيكتيم بلونغلي، يطيح في الشبكه بحال يطيح في الشبكه كما كنقولوا حنا، يطيح في الشبكه داك الفيكتيم يطيح في الشبكه، ملي كيطيح في الشبكه راه كيعطي الكود. دونك هادو هما ثلاثه الطرق باش يعني ملي تصايب هاد ويفي سلاكس، ملي تانستالا والشارج قرب يكمل. يعني اول ثلاثه الطرق باش تهاكي ويفي هما هادو ثلاثه الطرق غتفكر فيهم، ثلاثه الطرق هما اللي غتفكر فيهم باش تبدا بالويب بي اس. الروتور فيه الويب بي اس، فيه الثغره راه غيعطيك الكود، ما فيش الثغره ولا طافي للويب بي اس غدوز للهاند تشيك. الهاند تشيك بقات الوقت، جرب ايفل توين انت وزهرك، صدقت لك الايفل توين سير معاه، صدقت لك الهاند تشيك سير معاه. المهم الويب بي اس هي الاولى، سبقها هي الاولى، وديزي ديك الساعه للطرق الاخرى. هادو هما الطرق اللي كنعرف انا، وديجا با مال دو فوا هاكيت الويفيات بويفي سلاكس بكالي لينكس باليوبينتو، كاع يوبينتو هو سيستم عادي مي كتدخل فيه دي زابليكاسيون بحال ارماغيدون، بحال كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون اللي كتقدر تدخلهم باش هاكي الويفي. المهم اليوبينتو هو سيستم عادي، انت كتدخل فيه ديك لابي بحال اندرويد بحال التليفون، تيليفون كتدخل بلاي ستور كتانستالي ويب بي اس بريكر، كتانستالي ويفي واردن ولا ويب بي اس كونيكت بحال هكاك. يوبينتو كتمشي كتانستالي
ابليكاسيون تاع اماغيدون ولا بزاف ولا لانسات ولا بزاف ديال الابليكاسيون كتخدموا مع هاد العكس. ويفي ويفي سلاكس لا ويفي سلاكس كيجيو مع لي لوجيسيال تا كتجي كتخدم نيشان. المهم دابا هو شهر سالا هو قال لك ستاتي بري فيرمي شي ملي كيخرج لك هذيك داك الطن صافي عاف راه سالا. دابا ندخل اورديان باش نتاكدوا باش نديروا واحد تشيك او تبان لك هنا ويفي سلاكس 64 اكس 64 ندخل ليها تلقى لي فيشي ديال ويفي سلاكس. دابا البريمير ايتاب اللي هي الانستالاسيون تيليشارجمون ساليناها. دابا غندوزو للدوزيام ايتاب واللي هي ليتاب كيفاش ليتاب كيفاش تبوتي يخدم عندك ويفي سلاكس. المهم انا المهم انا بغيت فكرت اني ندير في ام وير ولا فيرتشوال بوكس اللي هو في البي سي نجرب الكلي ولكن باش يعني باش هذاك اللي كيتفرج فيك يتقنعي باللي هذاك الشيء راه ماشي كذوب باللي بصح غنصور فيديو وغندير البي سي ديالي غنخدم به غنصور فيديو غنخشي الكلي وغنصور بالتليفون ولا بشي حاجه باش تعطي مصداقيه اكثر. لان درت شي في ام وير يقول لك هذا ندير مونتاج ولا شي حاجه ولا يقول لك المهم باش تشرح باش بنادم تجي ساهله في الخدمه من الاحسن انك تشرح ليه بالبي سي. حنا انا ندخل البي سي ونشعل وغنبوتي وغنمشي ايطاب باغ ايطاب باش اللي كيتفرج هذا الفيديو يشد الفكره يبان ليه. دابا درنا البريمير بارتي واللي هي انستالينا ويفي سلاكس في الكلي تيليشارجينا وانستالينا كما يجب. دابا الدوزيام بارتي واللي هي غنوريكم كيفاش تبوتي الكلي ديالك في البيس. دابا حيت كاين بزاف ديال البيسيات كاين بزاف ديال الانواع مهم كل واحد غيكون البيسي ديالو بخدمه مي انا غنعطيكم فكره مجمله على كيفاش تبوتي الكلي. بريميرمون غتشعل عادي البيسي ها هو شعل هذا التليفون ديالي دابا نوتيفيكاسيون وغدير اشعار مهم نعاودها باش ما تميتش يعني غنشعل البيسي ندير اشاب او قال لك ابوي سير لا توش اشاب بور اسيدي او بوت ديماراج ملي غتورك على اشاب يعني غيدخلك البوت ديماراج. نعاودو ندخلو ليها باش تشوفو مزيان. هاي انا وركت الاشاب غتورك على اوبسيون هاي اوبسيون دي بيريفيك دي ديماراج يعني غندخل لي ديماراج باش غنديماري شنو اللي غنديماري بيه الاول يعني هو كاتبين فيها اف 9 يعني غتورك على اف 9 غيطلعوا لك اللعيبات كامل يطلع لك نوت بوك ابجريد باي نوت بوك هارد درايف يعني ديسك دير يو اس بي هارد درايف هذه هي الكلي ونوت بوك انت انترنت. دابا حنا باغي الكلي دونك غنبوتي وغندير يو اس بي هارد درايف كينغستون داتا ترافلر. المهم حتى السميه ديال الكلي ديالك اللي كانت عندك كلي المهم خصك تعرف سميتها. المهم حتى غتبان لك هنا السميه غير لا بروميير بارتي كيفاش تبوتي غتبان لك هذيك بوت ديماراج. دابا انا عندي ايشاب كاين اللي غتكون عنده اف 9 كاين اللي غتكون عنده اف 12 المهم تبان لك لتحت بوت ديماراج بالفرنسي ولا بلونغ اللي غتكون بوت سيكونس ولا شي حاجه بحال هكا وراك على البوطون ديالها ودخل. انا غندير دابا يو اس بي هارد درايف ها هي هو دخلني ويفي سلاكس. دابا ويفي سلاكس فيه ويفي سلاكس 64 لايف اسبانيول ويفي سلاكس لايف اسبانيول رام ويفي سلاكس لايف اسبانيول تكست نون يو اس كيبورد سلكشن نون يو اس لانجويج سلكشن ميمور تيست وذ بوت فروم هادي كتعني يعني غتبوتي ويفي سلاكس اسبانيول باللغة الاسبانيولية هادي غتبوتي بالرام وهادي غتبوتي تكست يعني غتبوتيها باللي كوموند. وهنا كاين اللانجويج يعني اللي بغى يدير لانجويج يدير انجلش ولا يدير فرونسي شيرشي يدير فرونسي ها هو دخل. دابا كتشوف فيها هو داخل خدام ها هو دخل ويفي سلاكس. حنا درنا فرونسي باش مهم الا كنتي كتفهم شويه فرونسي ما يجيك صعيب اسبانيولي غادا ترعد عليها عاد يقولك شي حوايج تقدر ما تفهمش واخا هو غيكون سيستم ما مترجمش 100% مي على الاقل غيكونوا شي لعيبات اللي مهم غتكون كتفهم شي حوايج وصافي. ها هو دابا هو خدم انت ما كاينش تشوف ها هي خرجت لا سوري
اه واخد مكتوب انيسياندو ويفي سلاكس. المهم زلنا الفرنسي وهي باقا اسبانيولية. انيسياندو ويفي سلاكس، انيسياندو ما كايناش فرنسي. المهم نشوف اللي كان فرنسي راه مزيان، كان بسبانيولي راه غتصبر وصل. المهم هو بلونجلي كاتبين هوم ولسكي بيان فونيدو او في سلاكس، ما تبدلاش لونغاج. اه المهم كاين شي حوايج مترجمين بحال توت لي زابليكاسيون فرونسي، يوتيليتير سيستيم ملتي ميديا هادشي كامل بالفرونسي، لي زابليكاسيون ديفلوبمون غرافيزم انترنت ملتي ميديا. يعني المهم هنا صافي هو دخل سيستيم خدام اماش. دابا هنا ملي يطلع لك هاد البيانات سير دخل لوجيسيال اللي بغيتي وخدم مع راساتك، دبل وي بي اس ومن ورا دبل وي بي ا وراك غادي. المهم كنتمنى هاد الفيديو يكون مزيان وفهمتو منه داكشي اللي بغيت نوصل. حنا درنا الفيديو باش نفهمو كيفاش نانستاليو ويفي سلاكس في الكلي. كنتمنى كاع اللي تفرج في الفيديو يكون عرف كيفاش يانستالي الويفي سلاكس في الكلي ويخدمو مزيان باش تا هو يهاكي الويفي. واللي عجبو الفيديو ما يبخلش علينا بلايك كومونتير ويبارطاجي مع صحابو ولا بغاهم يشوفو سميتو. واللي عندو شي لوجيسيال اخر وبغاني ندير عليه شي فيديو مرحبا، غير يكومونطي بلوجيسيال وانا ان شاء الله غندير عليه الحلقه الجايه. وشكرا بزاف وبسلامه، الحلقه الجايه ان شاء الله.